أنا شفت هذا الستاند هني في مجمع السيف، فقلت خلنا أكتشف وش عندهم، فعرفت إن هذا أوريت، إن هي حق افتتاح المطار التجريبي في 2020، فحبيت أشاركهم، فقالوا لي إنك تسجل اسمك على أساس يستدعونك يوم الافتتاح التجريبي، يسوون تجارب على المسافرين وشلون يتبعون المسارات. فسجلت طبعا، اخذوا من عندي البطاقه السكانيه فسجلوا اسمي على اساس انهم بيتصلون لي يوم الافتتاح ان شاء الله. فان شاء الله يكون افتتاح يساعد اقتصاد البحرين والحركه السياحيه ان شاء الله، وموفقين ان شاء الله جميع.